قد يعني ليس في العراق يعني ممكن تسبب حدث وهذا حدث مهم هو احدى مباريات مصدره الاتحاد العراقي هو امس ام ان الامور مفتوحه وانه خلص حدث يعتبر هو يمكن الاهم بالنسبه لجماهيرنا الرياضيه بعد طول انتظار لجماهيرنا الرياضيه وبالتحديد اللاعب في بغداد الحبيبه بعد ما يمكن آخر مباراة رسمية كانت أمام إيران يمكن قبل أكثر بحرين 21 سنة 2001 ولذلك أعتقد أن ما تحقق هذا هو ليس إنجاز بل هو نجاح كبير أملنا جميعا من أجل الوصول لتحقيق ذلك. هناك من عمل في السابق قبل مجيء عدنان درجال ولكن أيضا كان عدنان درجال جزء من العمل. حاولنا في سنوات سابقة أن نرفع الحذر عن ملاعب عراقية في محافظات البصرة وأربيل وكربلاء وتمت العملية بنجاح. فرد خلي أي شيء ولا نقول إذا صار وإذا ما صار بالعكس أنا أعتقد الحذر رفع تأمين رفع الحذر بشكل شكرا جزيلا سادة حسين. سادة حسين يمكن في العراق بالنسبة إلى أنا أتفق وياك أنه ولذلك أنا قلت يمكن في دعم كان كبير من الأشقاء والأخوان رؤساء الاتحادات الخليجيين في اجتماعنا اللي عقد في الدوحة واللي صدر بقرارين. الأول هو قرار استضافة العراق لخليجي 25 والقرار الثاني هو دعم العراق في موضوع رفع الحظر الكلي عن جميع ملاعبنا العراقية. ولذلك دور الأشقاء أيضا كان واضح بهذا الصدد. على العموم احنا كنا ننتظر هاي الفترة كلها حتى من طلبوا أنهم مباراتكم وين تريدوها مع الإمارات طلبنا أنه تكون في بغداد وكنا واثقين من أنه المباراة ستقام في بغداد نتيجة التقارير الإيجابية اللي صاحبت المباراتين اللي سبقت هذا الحدث. أوروبيين سيصلون للعراق قريبا يعني على مستوى المنتخبات الدولية وليس الداخلية. نحن نسأل بعد أن نعمل بالورقة والقلم بل اللاعب